أي نشاط رياضي لابد من الفئات السنية، فهي عماد المستقبل. فلهذا جاء بالنشيط الوطني. على ما سمعتم الشيخ أنس علي الأسود أحد في دين الله أفواجا فسبح بحمد. أكاديمية فرسان المتوسط هي أكاديمية محلية أسست قبل عام من الآن، كانت انطلاقاتها من مدينة بنغازي. لدى الأكاديمية داخل ليبيا 6 فروع: طرابلس، الخمس، مصراتة، بنغازي، المرج، البيضة. تسعى الأكاديمية طبعا لتدريب وتعليم وصقل المواهب كرة القدم داخل ليبيا. عدد الرياضيين المنتسبين لهذه الأكاديمية يفوق 630 رياضي بفضل الله عز وجل. يوجد لدى الأكاديمية فروع دولية خارج ليبيا. تعتمد الأكاديمية على الكوادر الفنية المعتمدة من الاتحاد الليبي لعامة كرة القدم ومن الاتحاد الأفريقي. سبق للأكاديمية وأن شاركت في مشاركات خارجية، كان آخرها بطولة المغرب العربي في منستير، حصلت على المركز الأول لفئة البراعم والمركز الثاني لفئة الناشئين. كذلك قبلها كانت البطولة العربية في اسطنبول، تحصلت الأكاديمية طبعا كذلك على المركز الأول لفئة البراعم، وقبل ذلك شاركت في البطولة الدولية في أنطاليا التركية وتحصلت على المركز الثالث خلف نادي بشكتاش التركي ونادي لوكوموتيف موسكو. الآن تستعد الأكاديمية للمشاركة في بطولة بلغاريا الدولية بعد شهر من الآن. نسأل الله التوفيق للجميع. هذه الأكاديمية بمختلف فروعها، وبارك الله فيكم. قناة السلام، قناة ليبيا الأحرار، لهم الشكر لحضورهم. طبعا اليوم افتتاح أكاديمية فرسان المتوسط بفرع مدينة الخمس، وأهداف هذه الأكاديمية هي تنمية المهارات للناشئ ودعم هذه القاعدة زي ما نقولوا احنا المجهولة والمظلومة في الأندية. الأندية كلها تركز على الفئات الكبرى وما مش حاضر باهتمام بالنسبة للأندية، وإن شاء الله احنا نحاولوا كيف نهتموا بالنشئ ونقوم بتنمية مهاراته. وبالنسبة للعمارة هنا خاش داخل الأكاديمية التدريبات من فئة الأواسط وفئة الآمال وفئة البراعم والناشئين، الأربع فئات هما. مرحبا الأستاذ سالم، وكلمة للمدرب الوطني. بهذه المدينة، مدينة المواهب، وشط خاص لنادي الأنصار. صار هذا النادي الذي استقبل جميع المناشط هذه السنة والسنة الماضية.